استاذ سليمان سعدوي، هل تسمعني؟ درك راني نسمعك، واذا ما سمعتكش مرحبا. انت معنا على المباشر استاذ سليمان سعدوي. نعم، اليوم الحدث في الجزائر كما تابعت وكما تابع الكثيرون هو تعيين وزير اول بخلفيات وبوجه جديد لم يعهده الجزائريون. عهدنا في المرحلة السابقة أن الحكومة ورأس الحكومة يكون إما للأفلان إما للأرندي، اليوم الوزير الأول أتى به الرئيس من الجامعة، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالخلفيات يمكن الخلفيات بس ما هوش وجه جديد. هذا كان أمين عام وقت النار وعاود جابوه في وقت النار. ولكن المفاجأة هذا كما كاش قال كان ينصادره إلا الرئيس اللي كان يعرفه فعلا. لهذا أنا أقول وجه جديد على الكثير من الجزائريين اللي يعرفون، اللي كان ينصادر كل الناس كانت تتقزن، واحد يقول بغي يرضي بني فلان واحد بغي يرضي بني فلان. ولكن أنا الله أعلم كنت نقول باللي كان نحط روحي في بلاص رئيس الجمهورية حتى اللي كان عندهم ولاء ليا ما نقدرش نجيبهم في ظرف كمان هذا، لأنه لازم نكون جاد، وبالتالي لازم نجيب الطاقات لأن المشكل الاقتصادي قبل ولا يكون مزيج معه السياسة، وبالتالي الراجل هذا يخص الرئيس ما يقمرش بروحه، ما راهش في عهد الإهداءات. قال هي الدولة راها مستقرة والدنيا بخير يقدر يجيب صحابه، ولكن اليوم راه في فوهة نتاع نار، الشارع يغلي، الاقتصاد يغلي، الخارج يغلي، عداوة مع فرنسا، عداوة مشكل في ليبيا. اللي كنت نقولها لهم بكري صرا اليوم، كي كنت نقول الجيش لا تضربوهش في ظهره لأن احنا أصحاب الجنوب شاعلة في دوارنا، لهم كل العالم الأنظار موجهة إلى ليبيا، وبيننا وبينها في الدبدب زوج كيلومتر، معناه باللي اي قاذفه ولا غير كلاشين كوبرا توصل دار الرصاصه بين الدبدب وبين الحدود تاع ليبيا. مهم ان يبان للرئيس راه باغي يبروتيجي روحه وشرفه وعرضه بهذه التنصيبات، واستغنى على اللي قادوا معاه الحملات الانتخابيه، لان الناس اللي كانت تغلط كانوا اللي يشاركوا بالحملات الانتخابيه هما اللي يديروهم يستوزروهم. هذا جاب واحد لانه من هذه الاختيار، الرجل لا اعرفه ولكن اعرف المناصب اللي تقلدها وتقلدها ايام الجمر. طيب عبد السيد سليمان سعداوي لم يتخلف قط عن من تسميهم بانهم كانوا معه في الحمله الانتخابيه، بل كذلك تخلى عن الاحزاب التقليديه في الجزائر. الوزير الاول هو عاده كان الامين العام للارندي او الامين العام للافلان، كيف تعتبر هذا القرار؟ شوف الظرف، انا ما اكون ما كانش يكذب عليك، ولكن الظرف بيحتم على رئيس الجمهورية أنه ينقض شرفه، والإنقاذ نتاع شرفه لازم يجيب واحد ما فيهش الهضرة. وراك تشوف باللي هذا الوزير الأول أي الكلمة الأولى اللي قالها عبر عليها كل الأطروحات نتاع حتى تفيها إلى أمر ربها الثقة. إذا ما كانش الثقة في الزواج ما تقدرش تخدم مع ما تقدرش تتزوج، وإذا ما كانش الثقة في المال ما تقدرش تدير شريك، وإذا ما كانش الثقة في الصحاب ما تقدرش تصاحب. الثقة رمز. ممتاز. حتى في الدين يقول لك ثق بربك باللي ربك يقدر يدير الصوالح. ممتاز. طيب ما هو أفضل نموذج ينبغي أن يعتمد عليه الرئيس تبون في تعيين الحكومة المقبلة؟ الوزير الأول عبد العزيز جراد مكلف بهذه المهمة وهو تشكيل الحكومة، هل ترى بأنه من الأصلح ومن الأفضل أن يعتمد جراد وتبون على نموذج الوجوه الجديدة والوجوه التي تلقى قبولا شعبيا؟ ومن هذا نستسقيه من المرحلة السابقة. هو يفي بعهده بوعده. هو قال باللي غادي ندير فتيات وشبان، وانا نضرب الكارطان تاع الجزانه نقول باللي الله علم يدير ست فتيات ويدير واحد العشرة شبان والبقيه اللي هي 13 ولا 12 يخيرها من الموديل نتاع الوزير الاول، يجيب ناس يعرفهم عبر الزمن
باللي كان مغضوب عليهم في النظام السابق وهما إطارات، ما هو ما يجيبش أي واحد لأن علاه. شوف كل حسابات تسقط القضية فيها نوع من الذاتية، هو أنه رئيس الجمهورية بوطاو عليه الناس وروحوا، صح اللي جعل اليوم سيبلة وحده، حتى الجنرالات ما هم سيبلة اليوم، قعد وحده. وبالتالي لازم علاش استعملت لك قضية ينقض شرفه، أنه فعلا لازم ينقض شرفه. كيفاش؟ أطرافار تعيينات والحكومة، لأنه جاء في وقت ما فيش البذخ، طيب ما فيه سياسة البذخ، فيه العار وفيه الإهانة في كلامك وفيه مصالح. الإطارات سليمان، سليمان الإطارات المغضوب عليها، هل يعتبر سليمان السعدوي نفسه من الإطارات المغضوب عليها، وأنت الذي منعت من الترشح في مرحلة سابقة باسم الأفلان وبعد ذلك تم الاستدراك، هل تعتبر نفسك من الإطارات المغضوب عليها؟ ما تقدرش تعرف. أنا نهضر في جو عام، ما نقدرش ندخل روحي في السوق هذا، إنما راهي يبان لي باللي الراجل صح فعلا راه ماشي في طريق لبس عليها، لأنه تخلى عن الناس اللي شادينه من السلهام، هما الناس اللي كانوا قراب له، ولو كان جرأ أنه يعينهم سيسقط السفينة ويسقط معاه، ولكن مشى بعيد واعتمد على الكفاءة، واعتمد في حد ذاتها على واحد النمط نتاع بنادم نتاع شخصية كما الرجل هذا، هو كاريزما. مازال عبر الزمن يخبركم شكون الرجل هذا اللي قلت لك شارك في النار وبعد شحال من عام وعاود شارك في 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 في, في نار الشرعيه لها، بالسياسات لها، بالحدود لها، هذا اللي نقصد بها. ولكن بقات هذو زوج الرئيس والوزير الاول ما غاديش يخدموا وحدهم، عرفنا شنقريحه ولكن ما عرفناش الطاقم الحكومي، لأن شكون هو همزة الوصل وشكون يجيب العيب ولا يجيب الهضرة الزينة للرئيس، هو الطاقم الحكومي الجهاز التنفيذي. هذا الجهاز التنفيذي سيسال عليه حبر كبير إذا هما توافقوا على اختيار الرجل، معناه بلي ما يكونش كحادي النظرة ولا الاختيار، تبون خصام ما يديرش وحده باش ما يغرقش، خص يخلي حيز باين بلي كاين حيز للوزير الاول يعتمد على كفاءات هو كان خدام معاها. وقضيه الاستشاره البرلمانيه ما رايك فيها سيدي سليمان السعدوي؟ اذا كان رايهم شورى بينهم وما تنساش المؤسسه العسكريه، علاه؟ لان الظرف اللي فات في الجزائر سبيسيال، اللي كان في الواجهه غير العسكر، حتى بن صالح ما كانش في الواجهه، بدوي ما كانش في الواجهه. سيد سليمان سعدوي البعض يتكلم اليوم وينتقد هذا الاجراء، عدم استشاره الاغلبيه البرلمانيه الذي لم يتضح حسب بيان الرئاسه، هل تعتقد بان هذا اعتراف بان هذا البرلمان اصبح من الماضي ويجب ان يحل بسرعه، او تعتبر هذا بانه خرقا دستوري؟ راني نقول حلوه باللي هذا سريده السب والجاه والعار، هذا شكون هو ذا اللي يرضى كل يوم يسب الساعة وكل عام يستبد صباح عشية في الفيسبوك في التويتر في الإذاعات برا في الداخل في الشارع، كراهنا من السب والشتم، أصاحبي هذي حلوها سيدي. طيب شوف البرلمان ما عندهش الحق يحتج بالأغلبية البرلمانية، باعتبار باللي لو هذا الحزب اللي حاسب روحه حاجة كبيرة ولا حاسبين روحهم كانوا يرضوا بالله، كانوا يديروا مرشح، لا يديروا مرشح، ولكن ماشي كل والنتيجة هزيلة. الأفلان لم يستطيع بهم قيادته أصحاب السماء وأصحاب الأرض وأصحاب الجاه وأصحاب الطاغوت والفراعنة والمقتصدين والدكاترة والمؤرخين واللي عنده في شكومينا في الثورة واللي عنده اللي يقرب يدخل الجنة غير هذا الكلام هذا، وقدوش يديروا واحد. لم يستقر رأيه على رجل الحزب يقول لي أنا كبير. شكرا.